ايدك شديتك من زورك. ايه يا وال وانت جاي تقترع عليني؟ انت ما تكلمش خالص يا نادي. الحاج علي اني عايز اخدم حد عايز شيء، حد عايز قهوه، حد عايز يطيرش. يلا ما تتكلمش. ايه ما تنضاقش. ايه بس تغير يا سيدي. سنتي بتتشطر عليه، عارف لو هو كبير شويه ما كنتش هتعمل معاه حركه زي دي. بس انت كنت تفتكر ايه بتطول دورك؟ صعب انا مدوية على الحته دي كل يوم من دي. ايه انا عندي اختراع. ايه يا عم؟ انا بفكر ان اقول لكم على انا عايزكم في ايه. ايه واما يجي زرزور ابقوا انتوا قولوا له. يخرب بيت فكوتك يا بلوم دي، انت جامد قوي. العكاز بتاعك عارف لو اكبر من العكاز شويه اقول لك اضربه براحتك، انما هو كله قد كده وانت عمال تتشطر عليه. ايه مفيش اجر زياده هتاخد؟ هو نفس الاجر. يبقى بتزود ليه؟ صعبان عليا والله. مالكش دعوه. قوم يا حبيبي، قوم يا اهبل. انا هقول لكم عايزكم في ايه. ثواني يا عمده، ثواني، في صوت. ايه ده؟ المعلم زرزور وصل. المعلم زرزور. خش يا ليالي. حاضر. خش يا بنتي. انا جايه اهو. حاضر. خش يا ست البنات. ايه يا معلم زرزور، ازاي؟ صباح الخير يا بلعومدي. وانت جايب بنتك معاك ليه؟ هو احنا رايحين القناطر الخريري؟ خريري؟ ايه جايب بنتك معاك ليه؟ لا ده انا قلت اجتماع يعني، واهل البلد هني اهي تعمل شويه جازرينج سوشياليزيشن تتدلع يعني. يا جازري ايه؟ لا تاكل جزر. ايوه يا عمده. طيب يا نادي، يعني مش فاهم يا بلعومدي، الست ليالي تعبك في ايه؟ ما تاجي ولا ما تاجيش؟ يعني هو الموضوع ايه؟ ايه انت عامل صعيدي؟ احنا فلاحين يا ايه؟ يا فلاح يا ما حدش قال لي. ايوه مط الكلام كده. ايوه ايه اللي جاب الواد ده هنا يا عمدي؟ هو يعمل لنا اي حاجه محتاجينها، محتاجين شاي، محتاجين قهوه، محتاجين نسكافين. خلاص يتخدع هناك ومالكش دعوه بحد، امشي يا ناط انت. يعني ما حدش طايق لي كلمتين في الكفر المقفن دي؟ انا اقعد اتنيل ارضى. ايه اقعد جنب الزير. والنبي يا ابو العمده قول لنا انت جايبنا هنا ليه؟ عشان ما حدش فيكم عارف انا جرالي ايه. قول لي انت جايبنا هنا ليه؟ جايبنا ليه؟ يبقى انا هقول لكم. قول انا جامعكم النهارده يا اهل البلد عشان اقول لكم ان بلدنا مش موجوده على الخريطه. ايوه مش موجوده على الخريطه، محدش مهتم ببلدني، لا الحكومه عارفه احنا فين ولا المحافظ ليه دعوه ببلدني، فاحنا عايزين نفكر في فكره تخلي الحكومه تهتم بيني. ايه؟ طب وانت ليه يا عمدي عاوز الحكومه تهتم بيني؟ يعني اذا ربما احتاجنا اي حاجه نلاقي الحكومه في ظهريني؟ احتاجنا مثلا ميه يجركبوا لنا مي، احتاجنا كهرباء يجيبوا لنا كهرباء، احتاجنا مارشميلو يجيبوا لنا مارشميلو. مارشميلو؟ ايه المارشميلو دي؟ مارشميلو الحكومه عارفه وهي بتودي لكل البلاد مارشميلو وبتيجي علينا احنا وما بتجيب لناش مارشميلو، مع ان احنا ميكوناف احنا اولى بالمارشميلو. ايه فاحنا عايزكم تفكروا. فكر انا بطلب منكم حاجه غريبه. أيوة. ايه ان انتوا تفكروا؟ بس فكروا، واللي يجي في دماغه فكري يقولها. يلا يا شيخ البلد، يا شيخ اصحى يا شيخ البلد، العمده تبص علينا يا شيخ البلد. وحشتني قوي يا حجي. يا لهوي ايه دي يا حجي؟ انت خسيتي كده ليه؟ اصلي بعمل بنصايح امين اشيل بايه. وايه دي يا حجي؟ ايه دي؟ دي السكسي ماكس دي ولا ايه يا حجي؟ يا شيخ البلد، العمده يا شيخ.
ايه اللي بيحصل؟ ايه ده؟ شيخ البلد واحد الغفر؟ ايه؟ معقول ايه؟ الاجتماع خلص ولا ايه؟ هروح انا بقى. الاجتماع ما بداش يا شيخ البلد. لسه ايه؟ انا مجمعكم لسه هنبتدي اهو. اصحى معانا كده وفوق. انا هصحى اهو. انت على طول نايم؟ لا لا افضل وقت. ها ما بتقعد بتنام. ها ايه؟ ها فكرتوا اهل البلد ولا ما فكرتوش؟ ايوه يا عمدي فكرنا بس ما لقيناش حاجه والله. ما لقيتوش حاجه؟ ايوه والله ما لقينا حاجه. بص يا حاج إيه؟ انا عمري ما مديت ايدي على ستات. لا مد يا عمدي. ماني بقول لك عمري يعني ما مديت ايه؟ مد يا عمدي. ما تفتكريش ان الكتره تغلب الشجاع. انا عمري ما مديت ايدي على ستات. بس يا حاج تعالي هنا اقعدي جنبي. تعالي هنا عشان خاطرك انت يا شيخ البلد. سيب العمده في حاله وتعالي اقعدي جنبي. اخيرا يا شيخ البلد لقيت لك فايدي. اهدي يا عمدي ازاي اهدي؟ اعتبريها الزبده اللي ما بيني. دي زبدي بس اتحرقت. دي المورتي اللي احنا بنلمها من على الزبده ونرميه. قوم يالا من عندك. لا وقليت قوي. انا فكرت يا جناب العمدة. ايه؟ فكرت في افكار ابيح اللي هي زائد 18. اه طلعت قلت لي فكر وانا كل اللي في دماغي افكار تخينه. لا مش عايزين الافكار السخينه، احنا عايزين فكري ازاي تجيب الناس لغايه عندين. طب والنبي يا جناب العمدة قول لنا، انت عارف ان احنا بهايم ما بنعرفش نفكر. ايوه انتوا ما بتعرفوش تعملوا حاجه من غير يعني انتوا يا بلد من غيري ولا تسووا اي حاجه. يعني انت عندك فكري؟ ايوه عندي فكري. إيه؟ ازاي الحكومه تهتم بيني ويبقى بلدنا مشهوري. انا فكرت في فكري ان احنا نولع في كام دار من اللي عندنا في البلد. ايه؟ ونقول ان الجن هو اللي ولع في الدور دي. التلفزيون والجرايد وكل الناس هيجونا لغايه عندين. امال ايه؟ ايوه امال ايه؟ وساعتها بلدنا هتبقى مشهوري ويقولوا بصوا البلد اللي طلع فيها الجن، 100 كنافه طلع فيها ايه يا اولاد؟ طلع فيها الجن. ايه؟ وهنعمل ايه في الجن يا اولاد؟ والناس يجونا خلاص؟ يبقى احنا بقى ما يجي التلفزيون هنعمل ايه لما يجي التلفزيون؟ وبعد كده انت عايز مين من الاعلاميين يجي يعني؟ يعني لما يجي التلفزيون ان شاء الله هنبقى بلدنا مشهوره ويجي لنا كمان الاستاذ وائل الابراشي. يا يجي لنا كده وبسلطانيه الزبادي اللي على دماغه. يا ويجي يستضيفني. ايه طب انا هعمل نفسي الاستاذ وائل الابراشو. ايه ابراشو؟ ايه ما مش ابراشان. وانتوا بقى الناس اللي لبسكوا الجين. احنا الملبوسين. انتوا الملبوسين. ماشي. ايه هعمل نفسي انا هعمل لكم بروفل. ماشي بروفل على لما يجي الاستاذ وائل. ماشي. 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 يلا نتلبس. يلا نتلبس يا جماعه بسرعه. جاهزين؟ احنا دلوقتي في قرية فقير اسمها ميت كناف. وريتها كنافي بالمكسرات؟ لا دي كنافة قرديح. احنا في ميت كنافي بنقابل الناس اللي في ميت كنافة اللي دخل عليهم الجن ولبسوا.